شوف هالطيور هذه صارت شغله جابلتها ليل ونهار نسيتينها. حلوين مو كذي؟ حلوين بس خليهم يرتاحون ها؟ هي مو احبهم وما اقدر افارقهم. انزين قولي لي اللي يحب شيء يتعبه ولا يبي راحته؟ طبعا يما البارحه امورته ساكته وما تغني. لا شوفي الظاهر ان ريلها مزعلها. يلا 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 ام الطيور يلا. ها ليلى ما وصيتش دير بالك على اخوانك ولا تمشون بالشارع زين؟ ان شاء الله يما ولا همك كاو بيت خالي مو بعيد. انزين وانت بلغش مره وضحك ويوز عن كلمه ام الطيور حق اختك مفهوم؟ ان شاء الله وعلى امرك مفهوم. يلا يلا ام الطيور. المهم مو طيب لكم القعده وتون نص الليل؟ ان شاء الله. يلا ردوا قبل اي ابوكم. يلا محبوب تعال بيك. تعال يا هلا عامر ما عنك خنا تفضل استريح تفضل. كم تعال انت البارح نازل المعرض؟ اي نعم. وقلت لهم يقول سعود آلات الحاسبة تصرفوا فيها وبيعوها بأي سعر. اي نعم قلت. تقلقلة تحنوشك. أنا قايل لك روح خلهم يبيعون الآلات. لا أنت ما قلت لي هذا تصرف من عندي لأن طال عمرك الآلات الحاسبة هذه من يوم ما وردناهم وإحنا ما بعنا منهم شيء طايحين بجبودنا. فأنا عاد قلت ليش يشغلون محل بالمعرض؟ إيه وإحنا بحاجة للمحل هالمكانهم. فقلت لهم بيعوهم بأي سعر. عمي محبوب ودي أسألك سؤال. تفضل. من هو المسؤول بالشركة أنا ولا أنت؟ كل واحد بالشركة مسؤول. مسؤول في شغله بس. كونك تروح للمعرض وتقول لهم بيعوا الآلات هذا مو شغلك. أنا تدري إني بايع الآلات وياي العميل بيستلم آلاته مو لاقي ولا وحدة. نفذوا أوامرك وراحوا باعوها بخسارة. تدري أنت أفكارك هذه إيش قاعدة تسوي فيني؟ إي بس هذه غلطتك يا عمي. المفروض أنا سكرتيرك لازم تقول لي. ممكن تطلع برا لا أقطع العقال على ظهرك. يلا برا. احنا بوك ما تستحي مخسرني 5000 وتقول ما فيها شيء؟ دعمي 5000 اخصمهم من معاشي يا اخي. والله يا محبوب لو احطك بالسوق واسوي عليك حراي حراج ما سويت 5 دنانير. عاد مقفك. لو ما ابوك وراضع وياه وهالحليب ما انساه كان شي صبرني شي صبرني عليك. الو. نعم اهلا. لا المفروض اني اكون زين. الخبير الاخصائي اللي عندي الاقتصادي بالذات مكدرني. لا بسيطة. لا الحمد لله بخير. ايه والأولاد ليلى نجحت من الثانوية ويابت مجموع زين وأحمد برابعة ثانوي الحين. بعد الأب ايش يبي أحسن من كذي وأكثر من كذي فرحة ماكو. ايش علي عاد اللي يشوفها بتتشقق من السعادة يقول عيالها ماخذين دكتوراه. وانت ايش مزعلك؟ السوالف هذه تبط كبدي. ساعتين قاعدة معاها وعيالي. والله انا لو عندي عيال مثل عيالها كان استحي اقول عندي عيال. طبعا انا عارف ان لسانك طويل وما يرحم
وسليط، لكن ما كنت عارف انك انسانه حقوده ما تحبين الخير لغيرك. المفروض انك تستانسين وتفرحين لفرح صديقتك وجارتك، مو تحقدين عليها كانك عدوتها. مبروك يا ام احمد، مبروك يا وخيتي. الله يبارك فيك، بس انت الصبح مباركت لي والحين مباركت، ايش فيك على تحب؟ وين من كثر فرحتي؟ والله العظيم صدقيني وماكو داعي اني احلف لك اني اعتبر عيالك كنهم عيالي. وي قصدك كنهم اخواني. الله يقطع ابليسك، ما توزي من سوالفك. دخله دخله. اقول ام احمد، اشوفك قاعده بروحك. اي والله احمد راح السينما وليلى واخوانها ببيت خالهم. إيه خالهم هذا اللي اشوف ولدي عندكم. اي عادل هم خلص الثانويه وبدشون الجامعه. سوى ليلى بدش الجامعه؟ اي ليش لا؟ وانت الحين موافقه؟ هاو شيخ الله يهديك، يعني تبين اقعدها في البيت واصك عليها؟ لا تزوجينها. البنت مهما طال الزمان ولا قصر اخرتها بتتزوج وتروح بيت ريلها. ايه ولا تبينها تضيع شبابها بهالكتب والدراسه وتلبس لكم نظاره على هالمتن وتقعد لكم؟ ايه شيخه فال الله ولا فالج، ايش في كلامك تدفش انت؟ انا ما احب العكاف. سمعي نصيحتي وزوجيها احسن. بنتي بعدها صغيره. ثاني شيء افكارك هذه كانت تقولها يدتي. أنا أبي بنتي تاخذ الشهادة وبعدين لاحق على الزواج. إيه الظاهر إنك نسيتي عاداتنا وتربيتنا أول. الله يرحم أمهاتنا. إيه كانوا دائما يقولون البنت مالها غير زوجها وبيتها بس. بس يا حبيبتي المرأة لما تكون متعلمة راح تسعد زوجها وبيتها أكثر. يعني أنت الحين بنتي مستانسة مع ريلك ولا أنت مرتاحة معاه؟ لا الحمد لله مستانسة وسعيدة، بس إني أبي بنتي تكون أسعد مني. كلام فاضي. البنت دائما تفكر بالزواج وتبديه على أي شيء ثاني. شيخة بسألك، ليلى قالت لك شيء؟ لا ما قالت لي، لكن أنا متأكدة. إيش رأيك أنتي تخليني أقعد معاها شوي وأخذك رأيها بالموضوع؟ لا يا شيخة لا، أنا أسمع وأتحمل على عيني وراسي، لكن بنتي لا. أرجوك لا تشغلين أفكارها وراسها بهالبلاوي هذه رجاءً. وماجد وماجد تعال يمي، أبيك بأمي يضيع. تعال. ماني جاي، أخاف يمك وتثير أعصابي وغلط. ماني جاي. أفا أفا يا أبو ماجد، تغلط من علي؟ تغلط علي أنا؟ أكرم عليك يا أبو أحمد، الريال الوفي واللي عارف الاصول، وانا اخوك ما حد يقدر يغلط عليه. نشيله بعيوننا يا ابو احمد. عيال ايش فيك ما تبوزك شبرين يا ابو احمد؟ ابو ماجد زعلان على استاذ يعقوب. يا اي نعم. زعلان علي انا؟ انا ماني خابر سوى شيء ولا غلط عليك. الله يهدك يا استاذ يعقوب، تسقط عياله ثلاثه بالمدرسه عندك وكل هالمده وتسولف معاه وتقول انا ماجد مره زعلته بشيء؟ هذا اللي مزعلك يا ابو ماجد؟ لا ايش حقه يزعل؟ مستانس يا اخي، نجح عيالي، احنا جيران، الطوفه بالطوفه، ويه بويك، صبح وعصر وليل. وايد ثلاثه نجح اثنين، نجح واحد، مو تسقطهم كلهم الله يهداك. ابو ماجد الاستاذ يعقوب لا يقدر يسقط ولا يقدر ينجح. لا يقدر، بس هو ما وده، دمي ودم عيالي ثجيل على قلبه، لكن هين يصير خير يا يعقوب. انزين ابو ماجد قل لي عيالك اي صف؟ بعد هذا ابي سؤال. واحد بأولى واحد بثانية ومحمد اظنيتي برابعة. انزين ايش رايكم يا جماعة ان محمد بثانية مو برابعة، والاثنين اللي أصغر منا بأولى متوسط؟ الحين أنت أبو ماجد اسمح لي أقول لك إنك غلطان. عيالك ما تعرف بي صف وتبيهم ينجحون
وفوق هذا كله تحمل الاستاذ يعقوب الغلط. اعترف انك غلطان، اعترف اعترف. صدقوني والله صدقوني يا جماعة، مطرش له اكثر من 20 مكتوب علشان اي المدرسة ويقابل المدرسين ويفهم منهم مشاكل اولاده، لكن ماكو فايدة. هني 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 اكثر من مرة انا قايل له تعالي ومرني في المدرسة، لكن ماكو فايدة. ما يجي. اي لا تلومه، اذا عنده 15 ولد وهال 15 متوزعين على 6 مدارس، اذا بيقعد يلف على كل مدرسة كل يوم ما تكفي ايام الاسبوع، وفوق هذا شغله وفوق شغله ثلاث حريم. يعني هو تزوج ثلاث حريم ويجيبوا اولاد ويحمل مشاكلهم غيره؟ ما يصير. العيال سقطوا والبركه فيك. بعد حكي زايد قاصر ايش حقه؟ فكنا بس كرمنا بسكوتك من فضلك. اي بس الاستاذ يعقوب ما قال شيء علشان تحمق عليه وتصير شرقيه ما تبي احد يحاكيك. يا ابو احمد، العيال سقطوا قالوا ليش سقطوا عيالك؟ قالوا ليش انا متزوج ثلاث حريم؟ ليه تناجرت مع احد ولا تلاقيت ويا احد؟ قالوا خلوه اعصابه تعبانه والسبه ثلاث حريم. لا بعد ابى ازيدك من الشعر بيت ويكون بعلمك، ترى الرابعه جايه بالطريق. صاحبك هذا ماخذ السالفه هوايه. والله هو يحب الكرة. أبو ماجد يقول لما سألته يقول ودي أجيب عيال وأوزعهم على هالأندية يلعبون واستانس، بدل ما طالع خلق الله عيال خلق الله يلعبون أطالع عيال يلعبون بس. وأنا كل خوفي إنه يعاديك بهالشعور الكرة وهذا وتزوج عليه. والله عاد أنا حاس يا عايشة إن هالمرض هذا كنا بادي فيني. إلا أنا هالأيام بعد ملاحظة إنك مسخن، بس دواك عندي صدق ما عندكم وفاء. عايشة ماكم الواحد ما يتقشمر وياك، يسكت هالمرة إذا حكيته. أنا ما أقصدك أنت، شفت أبو ماجد هذا اللي أنت معجب بأفكاره؟ ترى متزوج أربع مو ثلاث. إيه صدق، أنا قالوا لي إن مرته الأولية كلش أول وحدة ساكنة ببيت أخوها. يا ليت ببيت أخوها، اللي أقول ببيت المسنين بدار العجزة مساكينة. لا تقولين. عقب 30 سنة عاشتها وياه على الحلوة والمرة، ضيعت شبابها وصبرت على ضيمة وظلايمة، ياخذها ويقطها هناك ولا يسأل عنها. الواحد لو كان عنده قطوة ومربيها ما تهون عليه لهالدرجة. شفت الوفا؟ شفت الإخلاص؟ لا لا بس عايشة انت لا تحكمين، الناس مو واحد والرجال مو واحد. انت الان حبيبتي اصابعك سوى مو سوى، يعني انت افرضي انك بعد عمر طويل تجيكرتي وتسكربتي وصار الواحد ما وده يطالع خلقتك، شي يسوي؟ ما يقطك بدار عجزة؟ عيب. مثلا ياخذك حذفك بورشة احمد، هناك تقعدين صادة عن الناس، لا حد يشوفك ولا تشوفين احد، ابرك مو هو، لا حد يقول هذه والله طالع خلقتها شلون. وين انا احطك بعيوني مو احذفك بدار عجزه. وتزوج عليه. تعرف عيونك هذه، هذا اذا صار عندك عيون عاد، عيونك هذول ادخل اصابيعي واطلعهم كذي مثل البيضه. تسوينها. شوفي ما علينا، العيال تأخروا ببيت أخوك، شو يسوون؟ كده يبين أفلام وقاعدين يطالعون. هالأيام ما عندهم شغلة غير الفيديو. ما ملوا من هالفيديو، عيونهم خاب على عيونهم، مذاكرة وفيديو ودراسة. قومي 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 اتصلي فيهم شوفي أحمد مرهم ولا لا. أحمد هني صار له ساعة قاعد بدار، خل اتصل فيهم بس. أنا. قال لي لا لا ما تسولي ياكلها. لا 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 حق فصولي حق فصولي تقولي زين يا فصول يا غالي يا ابن عمي يا بغداني في فصولي بقى؟ ها في؟
امس قص المصباح واليوم بدي اسحب. هلا عليكم. عليكم السلام. قويبه. هلا. هلا. الله بالخير. هلا. وينكم؟ صار فمه قاعد يطلع صار لهم ساعة، وينكم كل هالمدة؟ والله عمتي احنا جينا بني هنا على طول، بس ليلى قالت خلنا نتمشى شوي بالسيارة، قلت لها ما يخالف. تمشون بالسيارة؟ من سيارتك؟ سيارتي؟ اي الوالد شاريها لي هدية النجاح. أنا أعرف أبو وحدة رفيقتي قايل حق عياله لما ينجحون وإذا جبتوا نتيجة زينة بجيب لكم هدية. وطلعت النتائج ونجحوا عياله ولا الحين ما شافوا لا هدية ولا شيء؟ لا مسوي نفسه ناسي. انت يا مالدكم انت. أنا ماني ناسي. أنا ماني ناسي. بس أنتوا حددوا الهدايا اللي تبونها وأنا حاضر. لحظة يبا، إحنا العام ما سافرنا، خلينا السنة هذه نسافر. وإحنا ما نقبل هديتنا إلا السفر. أنت الحين لما تقولين بسافر، أنت ما عندك أوراق للجامعة بتقدمينها؟ يبا الأوراق مو مشكلة، وبعدين أقدر أقدمها، إحنا بس نقضي شهر خو مو مطول. تكفى يبا، أقول إيه؟ سعود عاد خلاص وافق، أنت وعدتهم بلا أعذار. أنا ماني قاعدة أتعذر يا عائشة، بس أنا عندي شغل ولا أقدر أسافر. يبا أول العام سافرنا بروحنا وأنت ما كنت معانا. يبا أنت وعدني بالهدية، والهدية هي السفر. تكفى تكفى يبا لا تقول لا. زين زين ما يخالف، يلا بس نسافر. سافروا سافروا. وح هاج ودي هذين المطبخ وتعالي. الثلاجة انترست يما، وين بحط كل الأغراض؟ وح الحين انتي ودي اللي بيتك وبعدين تعالي. يلا وي وي يا 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 الله شنو هذا الحين؟ أجل أسئلتك وشيل معاي. يلا انت شنو بتمسحين لنا فرع للجمعية في بيتنا؟ والله انت الحين لو تعرف السبب كان شكرتني. اهدي مخي يخطط، افكار شيخة تصيب ما تخيب. عظيم، بس انا ساعات ما استوعب تمام. ممكن تفهميني؟ ها افهمك. وصلتني اخبار من مصادر موثوقة ان الاسعار راح ترتفع. فكرت وقلت استغل الفرصة وركز على الجمعية. تصدق اني جبت اغراض بسبعة وثمانين دينار ونص. ويبت ثلاثين دياية. ها ايه وسمك. الله يا كثر السمك اللي انا جبته. يا زين شو زين افكارك. بالله عليك الحين هذولي وين بتحطينهم؟ ها اقولك واخدينك. الحين احنا ترسنا الثلاجة الاولى. ايه؟ والحين نترس الثلاجة الثانية. لا وانصحك اللي تعزهم واللي تحبهم واصدقاء واهلك وكل الناس اللي تعزهم تروح تقول لهم على هالانباء هذه. ها وخلهم يروحون ركض على الجمعيه يشترون لهم اغراض يخزنونها مالت شهر شهرين ثلاثه ويخزنونها عندهم. ها بالك تنسى؟ لا من يقول انسى؟ انا انسى افكارك العظيمه هذه؟ لا واذا تحبين بعد انا ممكن اعممها على الصحافه كلها. لا ممكن نقول بعد حق الإذاعة والتلفزيون يذيعونها بالأخبار. أفكارك هذه لازم تعمم على جميع الناس، لازم يستفيدون منها. يا زين أفكارك يا زين هزيناء. بس هذا اللي انت شاطر فيه. يلا عاد شيل معاي شيل معاي. بس شوف أوصيك بالك تعلم سعود، ما بمرته تعرف كل ما شافتني اسوي شيء تقلدني على طول. يا احبه حق التقليد. يلا عاد شيل معاي. يلا اوف يا محجوبين. ايش عليك احمد؟ ايش فيك ساكت؟ لا ماكو شيء. عمتي احمد ما ادري ايش فيه، كل ما يشوفني يتضايق ويزعل مع اني احبه واعزه وايد. في هذه انت غلطان يا عادل. احمد مثل ما تعزه يعزك. بس احمد انا اعرف شو اللي مزعله. شوف يا احمد. انا اوعدك انت تتعلم السواقه وتاخذ الاجازه ولك مني مو سياره عاديه، السياره اللي تختارها انت. وعد يبه؟
أفع عليك. ما قصرت. عساك سالم. عادل. كنا السنة ما لا طاري عندكم السفر، ما لكم نية. لا والله عمي السفر السنة ما في. الوالد ما عنده إجازة. وعلشان كذي يا عمي أنا أبيك طلب. طلب؟ إي يا عمي. أنت آمر وأنا حاضر. عمي أنا بشتغل عندك بالشركة. تشتغل؟ يعني متى داش الجامعة؟ لا يا عمتي لا، تفهمتني غلط. أنا بشتغل بإجازة الصيف بس. شو خرعتني؟ وأبوك ما فوق؟ إيه. سفر ماني مسافر. إيش حق أقعد بطالي؟ قلت أشتغل وأسدد شيء من قصد السيارة. بارك الله فيك يا ولدي. من باكر تعال استلم الشغل. عمي كم تعطيني المعاش؟ بسم الله. خل نشوف شن شغلك اول. وهذه بادره طيبه يا عادل. صدق ان في بعض الشباب مع الاسف يظنون انهم اذا اشتغلوا في اوقات فراغهم عيب، يستحون ومقضين اوقاتهم كلها في لعب واشياء ما لها داعي. على العموم انت تجي بكره ان شاء الله ونشوف لك شغله مكان مناسب لك، واذا عندك احد من اصدقائك ايضا ويحب يشتغل معاك جيبه لي وانا حاضر. وي انقطعت كهرباء. يما وفاء. يما وفاء. وين يما وفاء؟ تعالي هني. وفاء تعالي تعالي هني. احكي لي يما وينك؟ تعالي 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 هني عندي. وينك يما؟ تعالي يا وفاء تعالي، انا هالصوب هالصوب. تعالي قعدي هني يمي، لا تخافين لا تخافين، انا قاعده معاك. اقول وفاء تقدرين تروحين المطبخ تجيبين لنا كبريت؟ لا ما خايفه تروحي، انا خايفه. ها عيل ماكو داعي، نقعد هني مع بعض احسن. وينكم؟ يبا وينكم؟ تعال هني تعال تعال. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شم قاعدكم هني؟ ننطرك. انت وينك في للحين؟ ما تدري ان القطع المبرمج بيحوشنا؟ وما تدري ان وفاء تخاف من الظلمه؟ انا كنت في غرفتي وقعدت على صراخ امي وهي تنادي وتقول لحقوا علي. وفاء ايش هالكلام؟ بعدين انت اكيد كنت نايمه وتحلمين، وانا وين اخاف؟ شنو احنا متعودين على هالشغلات كل يوم. نعم نعم شيء واضح شيء واضح. شيء واضح شيء واضح. الحين ايش حقه قاعد تضحك؟ يلا قوم 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 اتصل بالطوارئ خلهم يجون يصلحونها. اي طوارئ؟ الله يخليك. يبقى الكهرباء مقطوعه عن المنطقه كلها. واي واي خنقت خنقت، بموت بموت من هالحر. سوي شغلك حل عيال مو قادرين ينامون. عايشه اتصل بالوزاره بالطوارئ مت انا. عايشه اوف، هي من انقطعت الكهرباء تلقين الوزارة الحين مقلوبة فوق تحت، مهندسينها موظفينها. بعدها كلنا كل واحد بيقلب تلفون وبيدق عليهم، هذا إزعاج لهم ولا يعرفون يشتغلون بعدين. بصراحة يا يبا ما أدري أنت شلون كنتوا عايشين بالأول بدون تكييف ولا كهرباء. سجنكم تحملتوا وايد وكنتوا أبطال، أكيد ما كنتوا تنامون لا ليل ولا نهار. يا بنتي إلا وين ما نيجي نحط مخدتنا ونروسنا على المخدة وننام. وقت تحت البادير لا انسدحتي بالليوان، وياك هالغربي نازل من البادير أزيد من الكنديشن، شو ما نقدر ننام. سجنكم تحملتوا يا يبا وكانت ظروفكم صعبة وايد. يا بنت الواحد ما دام مرتاح البال والضمير ولك وشي يشغله وين ما يحط راسه يروح في سابع نومه. انت والحين واخوانك هينين، قولوا انولدتوا بكنديشن، لكن موتك من اللي يحتجون مثل امك اللي انولدت على كندير. بموت بموت. اتصل اتصل. اشتعوى اشتعوى.
صدق ليه قالوا يا يبا الواحد ما يعرف قيمة الشيء إلا إذا ضاع منه. يبا قلت لك عطني المهندس المسؤول لا تطولها. أنت المهندس المسؤول؟ زين معاك سعود العبد الرحمن التاجر المعروف ما سمعت عنه. وأنا شكو أقول لك معاك سعود العبد الرحمن التاجر المعروف. أنتوا ما تقولون لي يعني تاليتها وياكم شنو هالفوضى هذه؟ ليه متى تبي تتم الكهرباء مقطوعة يا سيادة المهندس؟ ها؟ بالله الحين احنا شلون نمشي أعمالنا؟ أعمالنا كلها واقفة، تجارتنا متعطلة. أنت ما تقول لي الحين شلون أنا أشغل العقد الإلكتروني اللي عندي؟ ها؟ تلكساتي شلون أقدر أشغلها؟ شوفوا أي خسارة تحملها الشركة أنا أحملكم المسؤولية كاملة. سد التلفون! سد التلفون! مثل ما قلت لك ها؟ قلت لك سد التلفون! عمرك ما تقول لي هالفوضى هذه اللي قاعدة تصير هني وهالكلام الخرابيط هذا شنو؟ يا عمي شو أسوي؟ الكهرباء مقطوعة وأنا مت من الحر. مي حالة هذه؟ أنا ما أقدر أتحمل بصراحة. أنا تجيني قشعريرة وتجيني حساسية من الحر. أنا اللي بتجيني حساسية من ثقل دمك. أنت ما تقول لي شو اسمك؟ أنا اسمي اسأل عادل. أقول لي شو اسمك؟ اسمي محبوب. يعني مو سعود؟ لا عيل مرة ثانية أنت قولت على اسمي. إيه؟ ولا قلت أنا سعود قصيت لسانك قص. عادل تفضل. استريح يا عمي. انا جاي اشتغل مو جاي استريح. انا ادري انك جاي تشتغل يا ولدي. الشركه قدامك كلها واختار المكان اللي يناسبك واشتغل فيه. يعني انت مشغلني يا عمي؟ انا ما قلت ماني مشغلك. عندك المخازن، عندك المعرض، عندك المكتب. طب وتخير بعد ازيد من كذي شو اسوي لك؟ يا عمي انا اديك انت اللي تحدد لي المكان وتعتبرني مثل اي موظف عندك وتحاسبني على كل غلطة أغلطها. إيش رأيك تشتغل عندي بالمكتب هني؟ اللي تشوفه يا عمي. عمي أبو أحمد المكتب مو بحاجة الموظفين. أنت ما تستحي ما تفهم. وبعدين من طلب منك رأيك تبدي أنت؟ أنت آخر من يتكلم فاهم؟ محبوب أنا جاي أشتغل بالعطلة بس مو على طول. ها شذي؟ عمي المكتب بحاجة الموظفين. أسمع لا تدخل في أمور ما تخصك. بحاجة مو بحاجة هذا مو شغلك. مو أنت اللي قاعد تصدر أوامر. روح الحين ننزل المكتب الطيران اللي يم المعرض اسأل عن مدير الحجوزات. اسمه مدير الحجوزات فهم؟ ولا تذاكر عمي سعود عطني اياهم. مو تروح تقول له انا سعود ترى عارفك انت زين. عطني مقفاك. عمي متى موعد السفر ان شاء الله؟ يوم الخميس ان شاء الله. الخميس هذا ما غيره ان شاء الله على خير عقب باكر. ويه مسرع ما عفتوا الحر على اولكم كذي بتسافرون؟ شيخ احنا سفرنا ما له شغل لا بالكهرباء ولا بالحر. احنا ناويين نسافر من زمان. ويه من زمان وتوج تقولين لي؟ يعني شنو السفر الحين صار سر ولا خايفين من الحسد؟ ايش حسد الله يهداك. بعدين احنا اول ناس نسافر حتى اللي ما عنده قام يتسلف ويسافر. بس انا قايلت لك اذا نويتوا السفر قولي لي يمكن اسافر معاكم. كل هالمده وساكته ولا تقولين لي؟ نسيت انشغلت ما يا على بالي. صار يعني كفرنا؟ وي اشوفك زعلتي. لا زعلت ولا شيء مستانسه بتشقق من الفرح. ايش فيك انتي يعني لازم اقولك على كل شيء اسويه؟ وانا ايش حق اقولك على كل شيء؟ الحين حنا ايران واكثر من الاخوان. انا اقولك على اسراري واسرار الديره كلها بعد. انت ليش لا؟ والله كيفك انت حره بنفسك.
بعدين انت بنفسك قال انكم ما تبون تسافروا السنه. لا ما نسيت، بس الظروف الحين تغيرت ولازم نسافر. بس ظروفنا ما تغيرت كما هي. عاد الحين انا ما اتحكى عن ظروفك انت، ما تشوف الجو اللي احنا عايشين فيه؟ حتى ماي بارد ماكو، الكهرباء تنقطع بالاربع وخمس ساعات، يصير كذي وباين لنا المساله بتطول، كل الناس قاعدين يسافرون. بس هذول ناس ما عندهم سالفه. والله انت بس اللي عندك سالفه بهالدنيا. وبعدين لازم تعرفين ان كل انسان حر بتصرفاته، كل انسان يعرف مصلحته، ولا خلاص يعني نركض وراء المظاهر وراهم وراهم منطق طبلق انا قبله. شوف عاد، والله اذا كان الشيء اللي يسوونه الناس صح وعدل مو امشي وراهم الا اركض وراهم ركضه، واللي يصير يصير. انا شايف انه ما في داعي انت ناقش في الموضوع الحين، انت عارفه انا مشغول. والله عاد اذا انت مشغول انا ماني مشغوله، انا اقدر اسافر. ايش قصدك؟ شلون ايش قصدي؟ هذه عايشه بتسافر هي وعيالها بروحها، وريلها مو مسافر معاهم. وخير يا طير، واحنا شكو؟ شلون حنا شكو؟ يعني عايشه تسافر بروحها وانا لا؟ اقول لك اسافر معاهم، خلاص انحلت المشكله. يا سلام، خلاص انحلت المشكله. عقدها عقدها اذا بغيت، خوشي هذا مو جديد عليك. انت انسانه عارفه ظروفي تمام، انا ما عندي فلوس. الحين انت ايش حقك تصارخ بوجهي؟ انت تقدر تتسلف؟ يا سلام، يا جماعه يا ناس يا عالمينه المره هذه، تبيني اتسلف علشان تروح تستانس حضرتها؟ يعني شلون؟ تبينا نقعد كذي؟ ما تروح تشوف المطار؟ شوف مكاتب الطيران؟ شوف مراكز الحدود؟ هجره جماعيه، الناس كلها تسافر، ولا بس تبينا نقعد هني حراس؟ والله لو انا اللي طايح مريض ما بكيت علي. زين ايش دراك انه مريض؟ لو ريشه تغير ودايما ساكته ولا تاكل ولا تشرب وما تتحرك بعد ودايما تغمض عينها وترتفعها. اي بس لو يكون وكلتيهم شيء. السلام عليكم. السلام، هلا حيا الله والخالي. يا هلا بود عمتي. ها شو اخبار الشغل؟ تمام والله، الوالد حطنا بمكان محبوب. تمام. عمتي موجودة؟ هي موجودة بدارها. ليش؟ سلامتك والله، بس جايب لكم تذاكر السفر. الوالد قال بيتأخر على الغداء وقال لي ودهم وياك البيت. ايه. تذكرت جهودة عندي. هولت وما هي مسافرة. ها. زين خذيهم معك. يصير؟ لا ما يصير، بس أوعدك يا هودة، أول ما نوصل هناك راح أشتري لي شطيرين أحسن من ذيلي ألف مرة. ماكو أحسن من ذيلك، أنا مربيتهم وتعودت عليهم. والله هذا مسكينة، حارمة روحها من السفر علشان طيرها مريض. معذورة هودة، لو أنا مكانها لأسوي نفس الشيء، لأن عيب الواحد يتخلى عن شيء يعزه وخصوصا في وقت الشدة. الظاهر إنك هين منها. والله هذا الشيء ما يضحك، يبكي ويكدر. الناس معذورين يا ابو احمد، شي يسوون يا ابو احمد؟ يا حمود فكنا من هالحكي، الا قول عدم مسؤوليه وعدم شعور ووفاء لهالبلد. ناس قاعده تهج من الديره يتحججون بانقطاع الكهرباء، من حاشيم من البلد على ابو ماكو كهرباء. نسوا جدي وجدك شلون عايشين يا ابو ماجد. ما علي من جدك وبوك وبوي وجدك. والله ابوك شنو هذا؟ فوق عينك عينك؟ شو السالفه؟ شو السالفه يا ابو ماجد؟ قول لنا الموضوع. الموضوع ما ينحكي فيه، ما ينحكي فيه يا حمود. الشمعه ام 50 فلس صارت بنص دينار. لا وبتفق ما تلقي. اتريك الغاز من 3 دنانير الى 10 دنانير طقه واحده، ما يصير. ابو ماجد السالفه ما هي سالفه الشمعه الحين، هذه ما يخالف. لكن طالب الثلج وصل 5 دنانير، تصور. لكن يا جماعه غالي. قالوا والله كيفك، هذا الماجود
يعجبك تشتري اهلا وسهلا، ما يعجبك مع السلامه، غيرك يشتري. مو بس هذا، انت ما دام تشوفون ان الريال جشع اللي بيه ويتضرب باسعاره، دوروا غير اشتروا منه. على المفروض نقاطعك يا ابو احمد. انا؟ اي نعم انت. انا توني جاي من معرضكم الحين، بايعيني تريك الغاز بثلاث اضعاف سعره، وهذه الفاتوره معي. روح اسال هذا محبوب، ما ادري ايش اسمه، مدير معرضكم. روح. لا 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 انت غلطان، انت غلطان. اقول لك هو اللي بعني اياها تقول لي انت غلطان؟ محبوب باعك ثلاث اضعاف السعر؟ اي نعم. روح سيلها. ابو احمد، يا ابو احمد، ايش هالكلام الله يهداه؟ زين كذي؟ اي زين. ليش انتم تخافون من كلمه الحق؟ كلمه الحق لازم تخافوا منها. الرجال الجشع تقولون لبيها انت جشع، وسعود جشع. هدني. ما تقول لي ايش اسوي لك، ما تقول لي ايش اسوي فيك. حلمك يا ابو احمد، حلمك يا ابو احمد، وانا اقول لك على كل شيء. قول تحج تحج. طال عمرك التريكات اللي بالمعرض اللي انباعوا بالسعر العادي كلهم اخلصوا، بقى تريك واحد شريته انا، ويا ابو ماجد سأل عن التريك، يبي تريك، قالوا له ماكو، لحقته على باب المعرض. ايه هذا اللي صار، وبعت التريك بثلاث اضعاف الثمن. ايه بس انا هذا تريكي حلالي، ما حد يقصبه يشتريه. وبعدين انا بس بتاجر، يعني بس انتو تجار. وما دامك بتاجر ربحت منه اش كثر؟ عشرة. طلعهم. إيه طلعهم. ايه بس عمي حلمك انت. طلعهم. ما يخالف بالنصيفة، انا خمسة وانت خمسة. انا خمسة وانت خمسة. يلا. انا خمسة وانت خمسة. يلا. خمسة وانت خمسة. لا بارك الله بالساعة اللي عرفناك فيها. هدى شفيك يما؟ ها؟ شفيك ليش تبكي؟ بس امي بس تعال تعال ابيك تعال. قولي لي شفيك؟ ها؟ ليش يما ليش تبكي؟ قولي لي شفيك؟ أحمد، إيش أبي؟ إيش قاعد تسوي هني بروحك؟ يعني ما تشوفين؟ مسكين طير هدى مات. مات؟ إيه. ويه وعلي أكيد بيموت مليون. خوتو ما تأكلونه، تشاركونه حتى بأكله. هذا يوم عمره انتهى خلاص. أنا السبب، أنا مو وقتها. هدى؟ انتي وكلت طيورك بقدونس مثل ما قلت ليش؟ وي شيخ عسم انت اللي قالت لها، هل الطيور هذه حد يوكلها بقدونس؟ مو انا ما ادري، حسبالي انها تعرف اضحك معاها. انا ما عبت ما عبت ما عبت ما عبت ما عبت ما عبت انا ما عبت ما عبت ما عبت. عمي هذا ملف فواتير 79 وفي فواتير 78 و77، يعني مخربط وكل الفواتير كذي. يعني انا ادري في كل شيء، بس ايش تبينا نسوي؟ بسيطه يا عمي. على كل حال خل كل شيء مثل ما هو لما نشوف لنا حل. ولا يهمك يا عمي، المساله مو بحاجه لخبره فعلك، سوي اللي تقدر عليه ان شاء الله. هلو، عطني مدير المعرض. مرحبا، خلص شغلك وتعال لي بالمكتب فوق. اهلا. عمي في ناس برا يبونك. منهم؟
الخير. منى اهلا وسهلا. قويمه الله لا يقويك، وينك في؟ يما كنت ببيت ابو مشاري قاعد اعزف مع ربعي. وتطلع لا تقولي ولا تقول لاخوانك على المكان اللي انت رايح له. يلا اضرب روح المطبخ، اخذ ثلج ودي حق شيخه. يلا ان شاء الله. رد بسرعه. هو انت توك واصله ولا من زمان هني؟ من حوالي اسبوع تقريبا. رحت المكتب القديم بالاول ما لقيت حدا. مرأة من هون قلت امرأة اسلم عليك. صدقيني يا منى ان كل ما شفت الفوضى بالمكتب اقول وين منى؟ ايه هي الوحيده اللي فاهمه شغلي وفاهمه ترتيب مكتبي. وانتي ناويه تشتغلين ولا بتفرغين للاولاد والبيت بصراحه ما صار نصيب، كل واحد راح لحاله. ما تزوجت وهو الخسران. على العموم اعتبري المكتب مكتبك، واذا حبيتي تستلمين الشغل من بكره حياك الله. شكرا استاذ. العفو. الله يا الريح. يلا يا وفاء نقط هالدياي هذا اللي خاص وراح تبوتنا. ودي 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 المطبخ بسرعه 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 يا وفاء. ناصر مساء الخير. مساء النور. ثلج عفي على الشيخ، ودى المطبخ وساعد وفاء عشان نقط الزباله برا ان شاء الله. بسرعه بسرعه ان شاء الله. حسافه على هالدياي، 30 دياي يا ربي تخيس. والسمك يا حسرتي شو اسوي يعني. يلا يلا بسرعه. ما ادري ايش تخافي شو اسوي يعني. روحوا جيبوا البادي خلوهم يجيبوا نقطهم مره واحده. يلا بسرعه عفية. يلا بسرعه. يا هلا. الدنيا حر برا مو كذي؟ ترى عايشه دازت لنا ثلج. اي والله الدنيا حر. ها انت تعبان. يعقوب صل على النبي وخلنا نتفاهم. شنو هذا؟ زباله زباله. هاي زباله؟ ها هذول الثلاثين ديايه، هذول السمك، هذه الأشياء اللي أخذتيها من الجمعية مو شذي؟ كلها اختربت مو صحيح؟ مو حرام؟ مو حرام عليك 87 دينار تقطينهم الزبالة؟ أنا شو أسوي يعني؟ العيب من الكهرباء اللي قاعدة كل شوي تنقطع عنها. بس ولا كلمة؟ كهرباء؟ ما في داعي أحرصك. قول حق أهلك، قول حق ربعك، لا تفوتهم الفرصة. الأسعار بترتفع، خلهم يسوون مثلي أنا، يشترون تموين لمدة شهرين حق بيوتهم وهذه النتيجة. شنو هذولي برا؟ تعالوا برا ودوهم. يلا يلا يلا. هاي شنو اللي قطون؟ مو فلوس هذه؟ مو دنانير هذه؟ مو حرام عليك انت؟ أشوى أشوى إني ما سمعت كلامك ولا قلت حق أحد. يعني شنو غلطانة يعني؟ بس ولا كلمة. مو غلطانة. هد نفسك. بس. لكن على العموم على عمايلك هذه وأفكارك العظيمة سفر ماكو. الجوازات والتذاكر معاك؟ إيبا في سيارة في سيارة. أنت تدري شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ ناصر راح يودي لها الثلج عشان يشوف ويسمع كل شيء. يا ام احمد الله يهداك، ما تلقين وقت السفر جايبت لي سيره هذه مره من غير ما عقل تستاهل اكثر من كذي. بس شوف سعود انا بروح ودير بالك، مو تقول ان خلالك الجو. لا تلعب كذي ولا كذي، انا حاطه ناس مخصوص عشان يعلموني انت شو تسوي. سمعي يا ام احمد، الرجال اللي بغى يلعب زوجته بالبيت مسافره بالسكه يلعب. اذا ما يكون مخلص من نفسه ما تقدر عليه حرمته. ايه هيا تفضلي تفضلي تفضلي. وين فيصل؟ سيارة يبا. ما وصيك على الطير، ابيك توكله وتشربه ودير بالك عليه زين. من عيوني هذه وهذه
ويب له زوجه بعد. ايش تبين؟ ها خلي الحين. يلا يلا ان شاء الله. قنعت الحين؟ عرفت السالفه؟ تفضل هذه فلوسك. فضحتنا الحقيقه يا ابو احمد، انا غلطت عليك وايد. وبصراحه ساعتها انا ما علمت، لاني رايح اشتري 3 تريكات حق كل حرمه تريك. ارد بتريك واحد يا ابو احمد. ورطت نفسك يا ابو ماجد، تريك وثلاث حريم. ابو ماجد قل لي ايه فيهم اثرت عليك واخذت التريك؟ الله يهديك يا استاذ يعقوب، شيء معروف اكيد التريك حق الثالثه. مو انا اللي تاثر علي حرمه، وبعدين انا عادل ببيتي، ما افرق بين وحده ووحده، كلهم عندي سواسيه. انا سويت بالتريك كسرته وافتكيت وخليته ظلمه. هاي قلعتك. من قايل لك تحط الزواج هوايه؟ بلاك ما جربت اللي انا جربته يا ابو احمد. انا عايش بجنه ونعيم يا ابو احمد. بذمتك عاد يا ابو ماجد، الكلام اللي تقوله هذا لنا انت مقتنع فيه؟ طبعا. ها يلا شوف لك، شوف لك مره ثانيه وتزوج وتعرف كلامي انا صاج ولا لا. وانا اخوك مدام الرجال الله مرهي عليه، والله منعم عليه ماديا وصحيا، ليش ما يتزوج؟ يتزوج وانا اخوك، نعمه فضيله يا ابو احمد، ليش عدم روحه؟ ايه بس يا ابو ماجد، ساعات النعمه تصير نقمه ومشاكل وبلاوي. فكنا من فضلك، هذا عند الرجال الضعيف، اما الرجال القوي تلقاه عايش مثل السلطان. هذه بس توكله والثانيه تقهويه والثالثه واقفه على راسه تنطر الاوامر بس. انا قلت لك من اول يوم يا عمي، قلت لك مستعد اشتغل باي مكان تختاره لي. عادل انت تعرف الصيف والاجازات. إيه؟ والمعرض ما في احد الا المدير واثنين من الموظفين، وبيك تروح تساعده. حاضر. صحيا ليش ما يتزوج؟ يتزوج وانا اخوك، نعمه فضيله يا ابو احمد، ليش عدم روحه؟